صباح الخير يا نرمين. يسعد صباحك رشا، كيفك؟ أنا بألف خير، كيفك أنتي؟ تمام روعة، إن شاء الله على طول هيك يكون يومنا رايق وأنا أضي برفض الأشخاص اللي منحبهم. نهاركم سعيد لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم، وأكيد تمنياتنا لكم بنهار يحمل معه الخير والرزق الكريمة ويكون هيك على ذوقكم إن شاء الله يا رب. بدي أرجع صباح عليك يعني جديد رشا ولكل مشاهدي الإخبارية السورية، إن شاء الله يا رب هذا اليوم يحملكم كل تبشير الخير والفرحة والرزق. يعني انتهت العطلة عنا بسوريا، كان أسبوع مميز، شوارع بتجنن فاضية صح، وعم نشوف كتير هيك بوستات على الفيسبوك بتضحك إنه يعني بعد هالعطلة الطويلة كيف بقى بدنا نرجع على روتين نحن العمل. ما عطلنا يا نرمي، نحن فقر رجيم، نحن الفقر. هدول الناس اللي قضوا هاي العطلة أكيد حيشعروا بفرق السفر والأجواء الحلوة. صحيح، وأكيد بنوجه تحية اليوم لكل الأشخاص اللي كانوا على رأس عملهم خلال هذا الأسبوع، سواء الإعلام، الأطباء، الجيش، الشرطة، يعني كانوا في كتير قطاعات اليوم ما بتقدر أبدا تترك عملها. خلينا نروح فاصل؟ يلا. بألحان السحرية تصبيحاتنا أكيد لكل أهلينا بجميع المحافظات من حما لحمص للدير وللرقة ولكل المحافظات السورية، صباحكم غير. خلينا نروح لفقراتنا المنوعة لليوم. شدنا بالآونة الأخيرة ظاهرة القمر العملاق، وفي ناس كتير طلعت على، كان في بالعين المجردة نحن مو كتير قادرين نشوفه ولكن الكاميرات لقطته بشكل كتير ظريف، حتى شفنا صورة أنه اليوم التلسكوب الخارجي يعني بالدول الأمريكية والدول المتحضرة ما كان دقته كتير قوي أكتر من التلسكوب السوري. ما بعرف شفتي هاي الصورة، يعني كان بدقة كتير كبيرة وكتير حلوة. صح، حتى في بعض البلدان قدروا يشوفوه أكتر بالعين المجرد، وحتى ظاهرة العملاق يعني هي يعني معروفة ونطروها كتير اللي عشاق الفلك والأشخاص اللي بحبوا يرصدوا هاي الظواهر الفلكية ناطرينها. طبعا هاي ظاهرة وصول القمر لأقرب نقطة من الأرض، وقتها بنشوف نحن هذا القمر العملاق. ولنشوفه أكتر خلونا نروح للفيديو.
شو رأيك نرمين بالقمر العملاق؟ يعني ما في أحلى من هاي الظواهر الفلكية رشعة، وكل مرة بنقول دائما بيكون معنا الدكتور محمد العصير وبدعينا نروح على المرصد السوري الفلكي. ليه ما عم تروحي يا نرمين؟ نتكسكن ما منروح. أكيد شوية ضغط وقت يعني، بس ولكن مثل ما حكينا في ناس كتير بتتفائل بهذا المنظر، في ناس بتربطه بالأمنيات الحلوة يعني. صح. بتقول إنه أنا اليوم بدي أتمنى أمنية حلوة بوجود هذا الأمر، فهيك إن شاء الله بيكون قدومه خير وهلاله خير على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. رح ننتقل لخبرنا التالي رشا. دائما الفيديوهات اللي بتتعلق بالحيوانات والمواقف اللي بيسموها اللي بيسووها يعني بتاخد هيك بترفض نظر على السوشيال ميديا. كتير منشوف مثلا بالغابات أو حتى على طريق سفر، يمكن منشوف حيوانات فورا بتطلع على الطريق. هلأ للأسف يعني أحيانا منا بيسوي حوادث يعني لما بيظهر بشكل في ناس كرمال ماتت يعني انه تعمل حادث مع قطة او مع اي شيء، يعني بيسبب بضرر بشري اكثر ما يكون انسانيا القصة يعني. اكيد صح. ولكن خبرنا التالي بموسكو في عنزة او خروف اسود وبطتين فاتوا على الخط وعلى الطريق الرئيسي. هلا هالموقف الطريف كان يعني توقف السير والناس بلشوا يساعدوهم لحتى يطلعوا او يرجعوا لمكان امن. خلينا نشوف الفيديو. يلا. كان في اعلان سوري من زمان، صابونه النحله، سمعانين فيه اكيد بتتذكروا يعني تبع صابونه النحله مبدوب. صح. اليوم خبرنا بيشبه هذا الاعلان وهو من الصين. شركه ايس كريم انتجت بوزه مبدوب تحطيها بالشمس. قديش اختراع هلا ظريف بال هذا الشو، انه اخذوا التجربه من عنا صابونه النحله يعني ما بتدوب فعندهم بوزه وما بتدوب. طبعا صار في كتير انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي انه هذا المنتج كيف انه رغم حراره الشمس ودرجه الحراره اللي عم تعرض لها بس ما عم يدوب. صح. معناتها في شيء غلط بالمنتج بالتركيبه. صح. لأنه ولكن الشركه لا اكدت انه هو مطابق للمواصفات الصحيه. خلونا نشوف هالبوزه ما بتدوب.
صار عنا فضول ندوق البوظة. صح، وصار بدها ربع كيلو بوظة، ما رح لك نص. شو رايك نبادل الصابونة على البوظة؟ مو اثنيناتهم عم بدوبوا؟ صحيح. نعطيهم الصابونة تبعتنا. كمان حتى يعني مثل ما قلتي هذا الخبر انه اللي طلع انه في مواد صلبة، يعني 40% من تكوينة البوظة هي من مواد صلبة، مشان هيك طلعت ما بتدوب. إذا جربناها بتزبط؟ قلت لك ما بنعرف، احنا بنضل دايب عنا الحمد لله. طيب رح ننتقل لمحطة جديدة من مساحات صباحنا غير، مثل كل يوم بنتعرف على أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ اليوم، واليوم 16 تموز، خلونا نتابع. يوم 16 تموز تسجلت عبر الزمن كتير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1856 بدأ أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرناند دي ليسيبس، وبعام 1863 أعمال الشغب بمدينة نيويورك بتدخل يوم الرابع، وهالشي كان احتجاج على قانون التجنيد. وبعام 1945 الولايات المتحدة بتقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية، وبعام 1990 زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر بيضرب الفلبين وبيحصد 1600 قتيل. من الوجوه اللي أبصرت النور بعام 1872 روال أمونتسن مستكشف نرويجي وأول شخص وصل إلى القطبين الشمالي والجنوبي. ومن الأسماء اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1916 إليا ميتشينكوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل بالطب عام 1908. دائما نرمين منقول الموت والحرب ما بيقدروا يفرقوا بين الصغير والكبير أكيد، وأيضا بالحرب بيصير أثار كتير نفسية وجسدية على الأطفال. كتير من الأطفال فقدوا من محيطهم الناس كتير غاليين عليهم، كان الأب أو الأم أو حتى الأقرباء والرفقات، وهذا الشيء سبب أثار نفسية يمكن ترافقوا كل العمر. ومن جهة تانية في أثار جسدية كتير شفنا وسمعنا أخبار على السوشيال ميديا أنه صار في لغم، تفجر شيء شظايا، وكان في ألعاب أطفال عم يلعبوا جنبهم، هذا الشيء أثر بشكل كتير كبير. وأيضا مشاهد العنف يلي شافوها للأسف، سواء ببعض الأماكن يلي كان فيها كتير الوضع الأمني مانو مزبوط، أيضا كمان أطفال شفناهم بسوريا تأثروا بالحرب من خلال المحيطين فيهم، يعني صار نسبة العنف يعني نسبة العنف ازدادت كمان. أكيد اليوم لا حتى نحكي عن هذا الموضوع أثار الحرب على الطفل النفسية والجسدية، حيخبرنا عن ضيفنا لليوم الدكتور أنس الدالي أخصائي طب نفسي. يسعد صباحك دكتور. صباحكم. أهلا وسهلا. صباحك حب مبنى حروب بقى. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. نحن حاليا بشهر التوعية بالصحة النفسية، خلينا نحكي اليوم برأيك كيف أثرت الحرب بسوريا على الأطفال عنا؟ طبعا فكرة الصحة النفسية مثل ما هو معروف مفهوم شامل، وبالوضع الطبيعي لا يعني مفهوم الصحة النفسية هو بس غياب الاضطرابات والأمراض، هو الحالة من القدرة على الإنتاج، القدرة على النمو، والقدرة على تنمية الوظائف العقلية. فدائما نحن عندنا بالوضع الطبيعي بعيدا عن الحروب إذا صار أي خلل ببيئة الطفل، لنفترض كان هو فقدان أب أو فقدان أم أو انفصال أسري أو تعرض لبيئة شوي غير آمنة، أو اجتماعيا أو ماديا كانت شوي المستوى متدني، فهي كتير إلها دور بإطلاق أعراض أو اضطرابات نفسية. فكيف إذا كان الحال أنه لا هي بيئة حرب بشكل كامل، تجارات تمام، غياب الأمان، مشاهد عنف متتالية، مشاهد العنف قد تكون يعني إما للطفل نفسه أو لا لزويه، للأب للأم للأخ للأخت، كلها بتساهم دائما بإطلاق الاضطرابات النفسية. نحن عندنا دائما الاضطرابات النفسية يعني أسبابها تنقسم إلى أسباب بيولوجية وشيء بنسميه أسباب نفسية وبيئية. الأسباب النفسية والبيئية مرتبطة بالظروف المحيطة واللي هي بتأطلق دائما هجمات الأولية. خلينا نركز على هذا النوع من الأسباب، كون نحن اليوم عم نحكي عن شهر
التوعية والحروب والاضطرابات النفسية عند الأطفال. اليوم بلشت الحرب بشكل مفاجئ للكل، يعني ما بدنا نقول بس للأطفال، تركت آثارها عندنا كلها. يعني اليوم احنا ما فينا ننكر انه احنا عشنا أزمة وعشنا آثار نفسية وفقدان لأشخاص كتير بحياتنا. خلينا نخصص الطفل لليوم، شو كيف اليوم الحرب والطفل العلاقة بيناتهم النفسية؟ تماما، يمكن العلاقة تبدأ حتى مو بس أثناء حياة الطفل، تبدأ حتى قبل ولادة الطفل. يعني دائما المرحلة الجنينية، المرحلة الحمل، دائما كتير بتأهب وبتأثر فيما بعد على موضوع ما بعد الولادة. دائما نحن عم نحكي عن نمو الطفل، عن تشكل الجهاز العصبي، عن تأثره حتى بعوامل الشدة عند الأم. يعني الأم أثناء الحمل في إحدى الفرضيات، وهي فرضية قائمة علمية، إذا تعرضت شوي لزيادة بهرمونات الشدة ممكن هذا الشيء يترجم لأعراض عند ولادة الطفل، لأنه الدورة الدموية مشتركة بين الطفل وبين الأم. فالبداية تبدأ حتى لتعرض الأم أثناء فترة الحمل، خصوصاً فترة الحمل كانت فترة طويلة، ما كانت شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، كانت لفترة طويلة كتير. فالبداية تبدأ أولاً بالمرحلة الجنينية، تعرض الأم لمواد متفجرة، لمواد كيماوية، استنشاق شيء معين، الشدة والسترس المتواصل، كلها تترجم عند الولادة لأعراض. طيب مرحلة الولادة دائما الظروف اللي كمان المناطق اللي عانت من حروب، اللي عانت من ظروف معينة أمنية، كان دائما في 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 مشكلة بالخدمات الطبية، في تقديم الرعاية، فدائما عمليات الحمل كانت عم تتم بخطورة عمليات الولادة. شفنا بعد حالات كتير على السوشيال ميديا، إصابات للجنين بقلب الرحم يعني. تماما، فعمليات حتى يعني خلال الحمل، ما بعد الحمل، أثناء عملية الولادة عم تتم بظروف طبية سيئة، فهذا الشيء كمان حيترك عقابيل لا 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 لظهور شدات أو اضطرابات نفسية. طيب بعد الولادة في عنا شيء بنسميه خلال السنوات الأولى تطور الروح الحركي للطفل، يلي هو الطفل وظائفه الحسية الحركية حتى المفاهيم، التعلم اللغوي، كلها تتطور خلال متواليات على مدى السنتين الأولى أو الثلاث سنين أو الأربع سنين. إذا صار الشخص الطفل، طبعاً هذا الشيء اللي بيعزز النمو بشكل طبيعي، عوامل التغذية السليمة، البيئة الآمنة، وجود الأبوين، التعلم الأكاديمي، دخوله للمدرسة، كلها هي عوامل تؤثر بتنمية وظائف الطفل. فما بعد الولادة نحن أول نقطة بتصير إنه دائماً التطور الروحي الحركي الطبيعي للطفل والسوي يختل. يعني من البداية في شيء أساسي قد يستمر بشكل راسخ حتى البداية. شخص قد وظائف اللغة تضطرب، قد القدرة على ضبط المسارات البولية والبرازية يضطرب، القدرة على اكتساب مفاهيم يضطرب، وكل آفات قد تكون بشكل مستديم حتى ما تتراجع. يعني مثل مثلا في اضطراب نسميه اضطراب التخلف العقلي، اللي هو تحدد ذهني كامل بيستمر خلال سنين الحياة كلها. ممكن انه ينشأ بهي المرحلة، اذا تعرقلت مرحلة النمو وتطور الروح الحركي، ممكن ينشأ هذا الاضطراب ويستمر. طيب بالنسبة للاضطرابات الأخرى، أكيد في اضطرابات أخرى ونسبتها كتير تضاعف بشكل كتير كبير، اكتئاب الأطفال، قلق الأطفال. في اضطراب جدا مميز للحروب اسمه اضطراب PTSD، البوست تروماتيك ستريس ديسوردر، أو اضطراب الشدة ما بعد الرد. هذا الاضطراب معني دائما بحالات التهديد للحياة أو حياة المحيطين. الطفل يلي عانى من رد معين أو صدمة معينة، أو شاف منظر جثة، أو شاف منظر انفجار، أو شاف منظر وفاة أحد والديه بطريقة عنيفة، أو تعرض لتهديد أو لخطف، يترك هذا الاضطراب أثر فيما بعد، يتجلى بأعراض سلوكية، بأعراض حتى معرفية، بأعراض مزاجية، بتعطل كامل. يعيش الطفل حالة من العزلة، حالة من الاكتئاب، حتى في له أعراض مميزة اضطراب الشدة بعد الرد. قبل 5 سنوات أو 6 سنوات كل التفاصيل التي يمارسها الطفل مرتبطة بالمشاهد البشعة التي رآها. مثلا هي حالات رصدت وكانت موجودة، الطفل يقوم بتشييع اللعبة، الألعاب، الدمى، صحيح، يقوم بصنع مشهد جنازة مثلا، أو بيقوم بتشييع هي الدمية، علما أنه هي الدمية مصدر للسلام أو للود أو للعبة بسيطة. أيضا إذا منلاحظ في صورة دائما متداولة اللي هي مشهد الأطفال الصغار عم بيلعبوا معارك أو دحل، تماما، كان يعني لعبة الدحل تغيرت يعني كانوا يلموا الدحل، هلأ عم يلموا الرصاص، يعني تمام، يجمعوا أكبر مجموعة. بالضبط، يعني فهذا بنسميه تغير بالمدركات العامة، بالمدركات المعرفية. الطفل ما عاصر مرحلة غير مرحلة الحرب، كل التفاصيل الموجودة المعرفية المرتبطة بذاكرته تتمحور حول تفاصيل حرب، حول تفاصيل عنف، حول تفاصيل، خصوصا إذا كان العنف يعني صارت حادثة موجهة اتجاه أحد الأهالي أو أحد ذوي الطفل، يعني الأقربين جدا طبعا. فكل تفاصيل
تمام بتظهر مرتبطه بحالات العنف او طيب. حالات الشده اللي تعرضوا. خلينا كمان هيك نحكي بشكل مفصل اكثر دكتور عن حالات رصدتوها اليوم لتاثير الحرب على الاطفال. يعني احنا بنعرف الحرب لها تاثير كان مباشر خلال الحالات او بداياتها كانت، اليوم نحن كمان ايضا بعد الحرب في اثار نفسيه واجتماعيه واقتصاديه اكيد الطفل يعني شئنا ام ابينا بده يتاثر فيها. خلينا نحكي عن ابرز الحالات اللي عم تشوفها حاليا بالمجتمع السوري. طيب هلا هو اجمالا دائما عامل الحرب عامل مطلق لجميع الاضطرابات النفسيه. في اضطرابات بتكون اشياء مثل ما ذكرت الاكتئاب القلق البي تي اس دي، في بعض الاضطرابات المرتبطه بنسميها اضطرابات التعلق التفاعلي او المشاركه الاجتماعيه، بمعنى الطفل بيصير عنده نوع من الخلل السلوكي. هلا انا اذا بدي احكي عن الاعراض كاعراض بعيدا عن الاضطرابات، شو ممكن نشوف اعراض عند هذا الطفل بشكل عام؟ طبعا بتختلف في حسب العمر، لكن بالبدايه بنلاحظ اهم شغله اهم نقطه تراجع بالاكتساب الاكاديمي، الطفل غير قادر على التعلم خصوصا اذا ابتعد عن المدرسه لفتره. عند الاطفال الصغار شوي بنلاقي في نوع من التغير السلوكي الانزواء والانطواء الكامل، او بالعكس في حاله من النيرفسنس بيسموها اللي هي العصبيه المفرطه العصبيه الشديده. ايضا من الاعراض السلوكيه اللي ممكن نشوفها عند الاطفال بعمر 3 سنين و4 سنين شيء بنسميه يعني شيء من نوع التحدي، سلوك التحدي، الطفل دائما ممانع، الطفل دائما معارض لاي شيء. إذا زاد لمرحلة معينة ممكن يصير في اضطرابات سلوكية، الطفل ممكن يحرق، ممكن يقتل، ممكن يؤذي، ممكن يؤذي حيوانات، ممكن يفتعل دائما مشاكل حتى لو كان بعمر صغير. أيضا الأعراض اللي ممكن نشوفها عند الأطفال في دائما بنسميها الأعراض الجسدية ذات المنشأ النفسي، الطفل بلغته الخاصة شوي يعبر عن الأعراض النفسية بشكاوى جسدية غير مفسرة، ألم بطني خصوصا إذا كان في انفصال عن شيء مقدم الرعاية، يعني كان انفصال عن الأم أو عن الأب أو في حال غيابهم مقدم الرعاية البديل الشخص المتبني تماما. النفسي بالجسد تماما دكتور. في نقطة كتير مهمة اضطرابات النوم، الشخص طفل بهذا العمر ترجمة الأعراض بتصير عن طريق الكوابيس وعن طريق شيء بنسميه يعني الشخصيات المفتعلة اللي هي مثل الشخصيات اللي بتقمصها الطفل من أفلام الكرتون، ولكن هون بصير بتقمص بس شخصيات مرتبطة بالوحش بشيء مخيف دائما. ايضا فهي بتظهر بشكل رئيسي بفتره الحلم، فالطفل بصير بيعتزل النوم لوحده، بيطلب دائما وجود حدا مساعد، تقطع بفترات النوم، حتى بصير بيعتزل فتره النوم، يرفض الذهاب للنوم لانه دائما مرتبطه عنده بكوابيس. في شيء ايضا من الاعراض بنسميه السلوك النكوصي. الطفل بعد ما مرق بمرحله تطوريه معينه بيرجع لسلوك سابق، يعني مثلا نفترض الطفل بالتعبير العامي صار عنده ضبط للمسارات البوليه او الشرجيه. فبعد فتره بصير عنده تبول لا ارادي. فهذا في مسميه سلوك نكوصي، رجع لمرحله تطوريه ادنى بغرض جذب الانتباه. هي من اثار تماما، هي اضطرابات نفسيه عند الاطفال عموما وبالحرب بتصير تتعزز اكثر، فبصير عنده سلوك نكوصي، بصير بيرجع لمرحله تطوريه ادنى طيب. لحتى نوع من جذب الاهتمام. طيب حكينا هيك تفاصيل عن الانواع وعن الاعراض، اليوم دكتور هيك بجواب سريع كرمال ضيق الوقت، يعني اليوم هدول الصور عندهم ارشيف كامل من الذكريات والصور حيحملوها معهم كل عمرهم، اذا ما لقوا حدا مساعد جنبهم كان طبيب او كان الاسره، صحيح. اليوم كيف مفروض يكون التشبيك بين الطبيب والاسره لنحن نقطع بهذا الولد لمستقبل، يعني نقدر نضمن انه بيوم من الايام ينسى الشيء اللي صار؟ تمام. طبعا بالازمات دائما بتكون يعني هي نحن ما عم نتكلم عن حالات فرديه، للاسف بالازمات والمجتمعات عم نتكلم عن نسب كبيره. طبعا نتكلم عن نسب كلنا يا دكتور كلنا بحاجه اليوم ل نسب مخيفه ونسب مهوله ابديت. فالتدخل هون ما له بس مقتصر على التدخل الفردي، للاسف نحن تدخل منظمات، تدخل مجتمعات، تدخل حتى اجهزه الدوله، تدخل حتى المجتمع المحلي بشكل كامل. النقطه اللي بدي اذكرها هون كثير مهمه، رغم مهما كانت شده الحالات عند الاطفال، ولكن الاطفال بيضلوا بمرحله بيطور تطوير واكتساب دائم، لسه ما استقرت الجمله العصبيه عند حد معين، فهن فيما لو دبروا او تلاحقوا او تم اخضاعهم للعلاجات السلوكيه والدوائيه احيانا بشكل مناسب، ممكن مهما كانت شده الحاله فعلا ممكن تجاوزها. يعني صحيح. يمكن عكس الصوره الشائعه، عكس البالغين اللي ممكن تضل معهم الذكريات اكثر لانه عندهم رسوخ اكثر بموضوع الذاكره، تراكمات تماما، عندهم تماما ادراك ووعي اكثر للتفاصيل ويعني وما النتائج اللي تنتج عنها، يعني عندهم ادراك اكثر لحجم المصائب، عندهم ادراك اكثر للنتائج المترتبه عنها. فيما لو تم تدبير هاي الاطفال باخضاعهم اول شيء التشخيص المناسب، طبعا التشخيص الدقيق عن طريق فرق نفسيه من المعالجين الاطباء بشكل دقيق، حتى الحاله العضويه، يعني غالبا الاشخاص ما لهم سليمين عضويا، يعني بيكون عندهم سوء تغذيه، بيكون عندهم حتى اصابات حربيه، حالات بتر، حالات شلل، حالات، فهي بدها متابعه عضويه بشكل كثير كبير. هذا الشيء كثير مشع.
النقطة الأهم كمان موضوع الدعم المادي، يعني الدعم التغذوي، الدعم بالمساعدات بشكل حقيقي وفعال. والنقطة الرابعة كمان مهمة، البيئة الآمنة، دور الأسرة، عفوا دور الأسرة والأب والأم. هيك ولو سريعا اليوم، كيف شو لازم يسووا لينسوا الطفل اليوم أو يخففوا من الأثر؟ دور الأسرة إذا كانت موجودة، طبعا معظم الحالات، كثير من الحالات عم بيكونوا ما الأسرة بالأساس ما موجودة، الأسرة مفقودة، وهي النقطة الأساسية بعدم وجود البيئة الآمنة. دور الأسرة الأساسية بشكل رئيسي إبعاد الطفل عن أي مظاهر من مظاهر الحرب، دمجه بنشاطات، دمجه ببيئة تعليمية. في بعض الاضطرابات بدها علاج بالتأكيد، يعني اللجوء لمتخصص بشكل رئيسي فيما لو الاضطراب بيحتاج لعلاج. ولكن عفرضنا بالخطوات التي تلي ذلك، الدمج دائما بالنسبة للطفل، إحلال ذكريات جديدة محل ذكريات قديمة، عن طريق اللعب، عن طريق أطفال، عن طريق محيطين، عن طريق نشاطات، عن طريق بيئة مدرسية، عن طريق بيئة تعليمية، بيئة ترفيهية. كثير هذا الشيء له دور بزرع ذكريات جديدة وطمس الذكريات الماضية. أكيد معلومات كتير مهمة دكتور ناس لليوم، ونحن بحاجة دائما ندعم هذا الموضوع، وخاصة نحن مثل ما ذكرنا بشهر التوعية بالصحة النفسية بضحايا الحروب. نتمنى تكون نقدر نقطع هاي المرحلة بأطفالنا لبر الأمان بشكل كتير صح. شكرا لحضورك وصباحك حلو على طول. شكرا كتير. يمكن أكثر شيء بيحتاج فيه أو يحتاجه الطفل سواء بوقت الأزمات والحروب أو غير يعني الحروب، هو الاحتضان والحب دائما، الأمان، يرجع تمام. يشعر بهذا الأمان. صحيح، يمكن المحبة والاحتضان والحنان يمكن تقدر تمحي أي شعور. لأن شكرك كتير لوجودك معنا الطبيب أنس الدالي أخصائي نفسي. شكرا كتير دكتور. أما هلأ صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا بشرى. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين ورشا، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال لقاء عبر الفيديو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن سوريا حريصة على القيام بمزيد من الخطوات لتعزيز التنسيق والتعاون مع الصين في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، وتشجيع الشركات الصينية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا والمساهمة في إعادة الأعمار. من جهته قال وزير الخارجية الصيني: نقدر صمود القيادة السورية والشعب السوري في النضال ضد الهجمة الغربية التي تعرضت لها سوريا وبالنتائج التي حققتها. بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل إيصال المساعدات الإنسانية إليها بما يضمن سيادتها وسلامة أراضيها. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن اللقاء تناول الوضع الحالي في سوريا وما حولها مع التركيز على مهام تكثيف وتوسيع المساعدات الإنسانية الدولية لجميع السوريين المحتاجين لها واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إذا أرادت إسرائيل أن تكون دولة طبيعية فلا يمكنها أن تستمر بالتصرف كدولة فوق القانون الدولي، وهذا يستدعي أن تنهي احتلالها لأرض دولة فلسطين. وأكد عباس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيت لحم أهمية إعادة تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام المستندة لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 67. وعقب محادثاته مع الرئيس محمود عباس طار الرئيس الأمريكي إلى السعودية للقاء المسؤولين السعوديين في محاولة لإقناعهم بزيادة إنتاج النفط متراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة منبوذة. ونشرت وسائل الأعلام السعودية صورا لطائرة بايدن في مطار جدة. وبايدن أول رئيس أمريكي يصل إلى السعودية على متن رحلة جوية مباشرة من تل أبيب. وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيغادر الشرق الأوسط من دون إعلان فوري عن زيادة في إمدادات النفط. ختام الموجز، عودة إلى نرمين ورشا لمتابعة صباحنا غير.
شكرا لك بشرى، ووصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير رح نكون فيها ضمن علوم الطاقة. أكيد دانير، من هاي الطاقة اللي نحن أبدا ما فينا نبلش نهارنا بلاها ونكفي حياتنا بدونها. قدي مرق بحياتك هيك نقول عنا صدفة بجوز، وفي ناس تقول لا هاد جذب، فكرتي بشي مرة ولقيتي فجأة صار قدامك كتير. إن كان شخص إن كان موضوع، كتير شغلات بحاول فكر فيها بتجي بس مو يمكن مو فورا يعني دائم. بعد فترة معينة بلاقيها صارت، بس بتكوني أخدي وقت كتير كبير بالتفكير فيها، بتكون طبعا بكون مركزة عليها كتير يعني. طبعا دائما قانون الجذب بيعتمد على التفكير بالشي نحن اللي منحبه، إن كان بالأشخاص البعيدين، إن كان بالذكريات الحلوة، وإن كان بالأحلام اللي ممكن تتحقق ولو بعد 10 سنين وعن تجارب يعني. خلينا نكون مع ضيفنا لليوم محمد جاويش، وهو خبير في علوم الطاقة، لنحكي أكثر عن الطاقة والجذب وكيف نحن اليوم قادرين نجذب الأشياء الإيجابية بحياتنا ونبتعد عن السلبية. صباح الخير. صباحك. صباحك طاقة. يخليلي. هل أنت بتفيق نشيطك اليوم؟ تقريبا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن قانون الجذب، قديش هذا العنوان هيك ساحر وفورا بتحس أنه في أماني راح تتحقق. خلينا نحكي أكثر عن هذا القانون وشروط يعني العمل فيه أو خطوة تحقيقه. تمام. هلأ مثل ما ذكرتي حديث حضرتك، نحن دائما ممكن بنحس أنه قانون الجذب له علاقة بتحقيق الأمنيات بالشغلات الإيجابية، أوقات في عالم تفهمه شغلات سلبية، ولكن ببساطة قانون الجذب مبدأه أو تعريفه أو فكرته أنه هو تجسيد الأفكار على أرض الواقع إذا كانت إيجابية أو كانت سلبية. مع الأسف أنه العقل على قد ما بيقدر يميز بين الأفكار الإيجابية والأفكار السلبية، بس هو كمان بيحققهم بنفس الوتيرة. يعني مثل ما بتتحقق الفكرة الإيجابية بتتحقق الفكرة السلبية ضمن قانون الجذب. فنحن بس ببساطة لازم نعرف شو بدنا، شو لازم نختار، وإياها أقوى الفكرة الإيجابية أو الفكرة السلبية. إنه أقوى السلبي. هلا السلبي فعلاً أقوى دائما، السلبي دائما كل شيء. ولكن صحيح. أنت قادرة تخلي تفكيرك ضمن المجال الأفكار الإيجابية. هلا أكيد في عالم رح تقلك إنه صعب ضمن الظروف وأنا ما فيني أفكر دغري بفكرة إيجابية. أنا معك، بس إذا بنبلش فيهم خطوة خطوة صدقيني كل شيء رح يكون سهل. مثل النجاح، ما حدا بيخلق ناجح في الحياة، مع الدراسة ومع العلم شوي شوي رح يصير حدا ناجح في الحياة. نجذبه. تماما. طيب خلينا نجذب هيك اليوم الأشياء الحلوة ونروح على القوانين اللي نحنا لازم نتعرف عليها ضمن قوانين الجذب. تمام. هلأ قانون الجذب نحنا ممكن نستخدمه بالسعادة، ممكن نستخدمه بجذب المال، ممكن نستخدمه بجذب الأشخاص. ركز لي على هاي تانية شوال. جذب المال. تماما. هلأ رح أشرح لك مثال إذا بدك عن هاي القصص. أي حدا فينا ممكن بمر بفترة أنه ممكن يزدهر ماديا وممكن ما يكون بأحسن حالاته ماديا. الفكرة هو الشعور أنه أنت عن جد ما تحسي حالك بحاجة للمادة، على قد ما بتكوني أنت ممتنة للمادة اللي معك. في عالم بتقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، فأنت على قد ما صرفتي على قد ما كنتي ممتنة للمادة اللي معك، على قد ما الكون رح يرجع يبعث لك أكثر وأكثر. بس الفكرة أنه نحن ما نحس بشعور ضعف أو بفكرة سلبية أنه أنا ما معي مصاري، أنا ما رح أنجح، أنا كذا. طيب. لأنه قانون الجذب عفوا بدي يعني ركز على هاي النقطة. كمان في مثل بيقول لك خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، هذا بروح الطاقة اختلاف وجهات نظر يعني ما تقدر نميز الأبيض من الأسود. بس الفكرة انه هلا عن جد انت اذا فتي بهذا الدومين انه انت على قد ما صرفتي على قد ما كان عندك طاقه امتنان طاقه محبه للمصاري اللي معك او للاشخاص بالحياه بكل النواحي، فهن رح يرجعوا اكثر واكثر بحياتك. هو اساسا مبدا قانون الجذب هو الايمان، انه انت تامني بالشغلات لحتى تصير، بس بتامني بالايجابي قبل السلبي. انا بالنسبه لي عم بصرف كل ما في الجيب يعني اريحيه. هي محبوحه يعني كلها على بعض، حدا متفائل دائما بالرزق وبهدول القصص. طبعاً. يعني نرمين من هدول الاشخاص انه دائما بتتفائل بالرزقه حتى وشها بشوش. شكرا. طيب حكينا عن الطرق وعن القوانين، اليوم خليني نحكي عن قصة الجذب. اليوم نحن بنعرف في طقوس مفروض نحن نتبعها أو صحيح. قصص لازم نساويها كرمال نوصل للشيء اللي بدنا اياه. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء حتى في طريقة لجذب أشخاص بعيدين. صحيح. ولو بمنام ولو برؤية ما بعرف. صحيح. يعني هاي بقانون الجذب أنتم بتعرفوا أكثر. اليوم كيف نحن قادرين نوصل هاي القصة؟ الجذب بيتجسد بثلاث طرق فيني لك، أو ثلاث خطوات اللي هي الطلب، الإيمان، والتلقي. بدنا أمثلة. واحدة واحدة. بدنا أمثلة. هلأ نحن يوم اللي نطلب بالحياة نحن مع الأسف نطلب مليون مرة بأي طلبة بنطلبه بالحياة، ولكن رح أعطيك مثال عن هاي القصة. هلأ نحن يوم اللي بنفوت على كافيه مع رفقاتنا، فيوم اللي بيجي النادل بدنا نطلب منه طلب، نحن كم مرة بنطلب؟
على حسب قد ايه معك بجزدان. لا، اول طلب بنطلبه مره واحده نحن، صح؟ وبيكون عندنا كامل الثقه انه رح ينزل المشروب بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعه. ما رح نرجع نساله ونطلبه نطلب منه مره ثانيه الا اذا بدنا نجدد المشروب. فنفس الشيء الكون او قانون الجذب، يوم اللي بنطلب نحن مره واحده ومنآمن فيه ومنحاول انه عن جد نبعد كل الافكار السلبيه عنا، رح تصير. هي ببساطه مره واحده. فينا مثال محمد؟ يعني عم تقول ما نكرر، يعني ما نكرر الطلب؟ لا، بنطلب مره واحده بالحياه. مثال ثاني اذا بدك عن الايمان، على فرض انه نحن طلبنا قصه معينه، لا شعوريا حتبلش الافكار السلبيه تدخل لعقلنا يلي هي اوريدي موجوده. طيب بلكي ما صار هيك، بلكي صار هيك، طيب اذا صار هيك شو راح اعمل انا؟ انا معكم كل هدول القصص حقنا نحن نفكر فيهم، ولكن بالحياه خلينا نجرب نطلب شغله وننساها ونحن عن جد مآمنين انه هي حتصير. يعني مثلا اكيد كلياتكم صار فيكم تجارب عن هدول القصص. مثلا انا طلبت انه اشوف حدا مسافر اللي فتره منيحه ما التقيت. كيف نطلبه؟ قل لي، اعطيني طريقه. يعني حطيت هذا الشخص براسي، قلت بهي الفتره، حددت، ما حددت تاريخ، بس قلت بهي الفتره القريبه انا رح اشوف هذا الانسان او هي الانسانه. فبتفاجئ بالتليفون انه محمد انا كذا كذا نازل على سوريا، او بالاحرى اليوم المساء بصير بسوريا. كان هذا الخبر وصلني بعد اسبوع من الطلب اللي انا طلبته. انا طلبته عن جد مره واحده وامنت انه هو رح ينزل، وانا ما بعرف انه هو كان صاير عنده شغل هون وهو مضطر انه ينزل. اكيد هو ما بينزل اوقات كرمال الشخص، بس يعني صار في قصه روحانيه هون بالفكره، بيهيئ لك ظروف معينه لحتى تتجسد القصص. كيف هو بيهيئها؟ هي علمه. قانون الجذب هو مثل القوانين الفيزيائيه، قانون حتمي. تمام. طيب قديش بنشوف كمان، يعني في اشخاص لهلا مثلا ممكن حدا عم يسمعنا ما كثير يصدق يعني هذا الشيء، او ما كثير يقول انه ممكن تزبط، يعني فهدول الاشخاص ما راح يزبط معهم قانون الجذب ولا هن اوريدي بيزبط معهم؟ راح اقول لك ليش. لانه هن مثلا بيطلبوا فكره وعن جد هن مو مآمنين، تمام؟ فهن ما بيفكروا فيها كثير، فلا شعوريا قانون جذب او الكون راح يحقق لهم اياها، مو مبدا ليثبت لهم قدراته او شيء او كذا، لا، لانه هن ما فكروا فيها كثير، يعني ما نزعوا مساراتها. خليني اقول لك شوي عن قصه المسارات. كل شغله نحن بنفكر فيها على صعيد الشغل، على صعيد العاطفه، على صعيد الماده، تنطلق منها هي الفكره على الكون بترددات معينه. هي الترددات بترجع لنا ان كانت تردداتها ايجابيه او سلبيه. ما هون النقطه، عفوا محمد، انت اول شيء عم تقول نطلبها مره واحده، ونحن بنعرف انه الترددات اي شيء بنطلبه صوت وصدى، يعني صحيح. الالحاح بطلب القصه صداها عم يرجع لنا ايجابيا، فاليوم نحن نطلب مره او نضل نردد الطلب؟ لا، انا برايي نطلب مره. قصه الالحاح نحن متعودين عليها باللاشعور، ممكن اوقات بسبب ظروف بيئيه، بسبب ظروف عائليه، بسبب ظروف نفسيه، والله اعلم. بس انا برايي بالحياه، قلت لك مثال انه نحن اذا بنفوت على كافيه حنطلب اول مره مره واحده، وصدقيني حنكون واثقين كامل الثقه انه رح ينزل. بس يعني هي المره الواحده بدها تكون مليانه بالامتنان والقناعه انه رح تصير، يعني ما لازم تشوبها ولا فكره سلبيه، يعني اذا دخلت للو او اذا او بس. صحيح. هو المشكله قانون الجذب ما بيتعامل مع الاحرف النافيه. يعني اذا قلتي مثلا انا اليوم الصبح بجيتي على الاستديو، قلت انا حابب اني اوصل بكير، فانا فعلا وصلت بكير، ما قلت انا يا ربي ما بدي اتاخر، لازم ما اتاخر، لازم ان شاء الله، او ان شاء الله ما يطلع لي شيء بالطريق، لانه كنت رح اتاخر. الكون او قانون الجذب ما بحب هي الاحرف النافيه. فاذا بتقولي انا بدي اصير ناجحه، اوكي انت رح تنجحي، بس اذا بتقولي انا خايفه من الفشل، انت رح تفشلي. ايش في طاقه سلبيه حوالينا ومفردات بتنقل؟ لا، عم طلع فيني مين مالك يا عم؟ بهذا الكون الكلمه حق، بس نحن عن جد كثير ممكن تكون معرفتنا قليله بهذا الشيء. الكلمه اللي عم تطلع منها عن جد هي حق. محمد، هلا انا بعرف انه نحن اذا انت حابب تجذب شخص، مشتاق لحدا، في طقوس بدك تقعد انت قاعد بدك تساويها. صحيح. طيب خلينا، انا هدول بدي اوصلهم، عم لك اعطيني مثال. يمكن أوكي. انا قريت انه بدك تكون يعني انه انت كثير بدك تركز بالقصه، كثير بدك تفكر بهذا الشخص، ما بدك اي شيء يعكر صفو القعده. صحيح. انت فيكي مثلا بالبيت، اذا على فرض انه اليوم حدا فينا جربه او من المشاهدين، يقعد بالطريقه اللي بتريحه بالبيت، قاعد متسطح، عم يسمع موسيقى، عم يشرب مشروبه المفضل، بس هو حاسس بشعور ارتخاء، ما في ضجه حواليه، مبسوط مرتاح. فانت فكري بالمال او فكري بهذا الشخص وبس، اطلبيه مره واحده، ولا شعوريا ممكن بعد يوم، ممكن بعد سنه رح تتجسد القصه. انا جربتها بمثال صار معي بفتره، كانت وقت الحجر، المسويات صارت القصه، ما في عالم مفتحه، ما في شيء. فبقول انه جاي على بالي العصير، اوكي هي القصه ما رح تصير لانه هلا ما في محلات فاتحه. بتفاجئ بعد ساعه بيوصل لعنا ضيف على البيت بقلب الحجر، يعني كان قادر انه هو يطلع، فبسبب ظروف طبيه طبعا معينه جايب معه العصير اللي انا طلبته. جذب. جذب.
طيب حكيت لنا انه حابب تركز على موضوع الامتنان وطاقه صحيح. الامتنان وشروط يعني ممكن او طرق اللي ممكن نمشي فيها، خلينا نحكي عنه. صحيح موضوع. شعور الامتنان بالحياه وبقانون الجذب هو فعلا شعور مهم. نحن بنكون ممتنين لكل شيء بحياتنا، ممتنين للصحه، ممتنين للرزق، ممتنين للاهل بحياتنا كلياتهم، بس في فرق عن جد بين انه انت تمتني وبتحسي حالك عم تضحي او تكوني ممتنه وانت مبسوطه. لانه بس ببساطه في فرق بين شعور التضحيه وبين العطاء، بين التضحيه وبين الامتنان، كله مختلف عن كله تماما. فانت بس عن جد بس طاقه ايجابيه لهذا الشعور ورح تلاقي انه شعور الامتنان يلي هو الحمد بالنهايه. نحن عن جد عم نحمد رب العالمين على كثير نعم هو عطينا. هو الطلب يعني الحياة. هو الطلب هذا الجذب كمان هو الهي يعني تمام. رباني يعني تمام. مشان اليوم ما نحن نبعد عن الفكره نكون عم نحكي بشيء ثاني يعني. ودائما مثل ما قلنا يعني الطاقة هي موجودة بالكون، موجودة بالأشياء اللي حوالينا، يعني ممكن نرمين تعطيني شيء إيجابي، ممكن أي حدا يعطيني شيء سلبي، وهون لازم إحنا نقدر نفصل بين السلبي والإيجابي بموضوع الطاقة، قديه تأثيرهم كتير كبير. هلا فعلا مثل ما ذكرتي حضرتك، قلت لك قبل شوي انه الفكره السلبيه مع الاسف اقوى بعشر مرات من الفكره الايجابيه، بس نحن قادرين عن جد اذا حسينا. هلا ما حدا فينا ما بحس بافكار سلبيه، قادرين نلهي حالنا بكثير اشياء اهم، مثلا ممكن قادرين نلهي حالنا بمشوار، قادرين نلهي حالنا بشغل، بطلعه، باي قصه، ممكن بقراءه كتاب بهي القصه، فنحن عن جد بنحاول شوي شوي بنبعد عن الافكار السلبيه لحد ما نخلص منهم على الاخير بالشغلات اللي نحن بنحبها. تمام. يعني بالختام بدنا نشكرك محمد جاويش خبير في علوم الطاقة على كل الطاقة يلي منحت لنا اياها والتفاؤل. شكرا كثير لك. شكرا محمد لحضورك معنا، وان شاء الله هيك على طول صباحنا طاقة واشراقة هيك حلوة من انفسنا تبلش لتكون للعالم الخارجي. يسعد صباحك. اما هلا رشا خلينا ننتقل لمجموعة من المعلومات من مختلف المجالات بتقرير هل تعلم. هل تعلم أن في علم النفس اللون الأزرق يجعلك تشعر بالراحة والبهجة؟ لذلك مجرد النظر إلى السماء الصافية أو البحر أو أي واجهة زرقاء لمدة من الزمن قد تتغير نفسيتك للأفضل فوراً. فالأزرق فيزيولوجياً يعطي إحساساً بالسعة والفضاء، وهو من الألوان المريحة للنظر والأعصاب. وهل تعلم أن بعض الناس في تركيبتهم الجينية يحبون الليل أكثر من النهار، وذلك لأنهم لا يجدون الراحة ولا يتأقلمون جيداً إلا في البيئة الهادئة والصامتة والخالية من البشر؟ وهل تعلم أن النساء اللواتي يتسوقن كثيراً يعشن لفترة أطول من غيرهن بخمس سنوات تقريباً، إذ يصنف التسوق سيكولوجياً كشكل من أشكال العلاج الذي يطيل العمر الافتراضي للإنسان؟ وهل تعلم أن الضحكة القوية التي تنبع من الداخل وتجعلك غير قادر على الكلام هي مفيدة جداً للدماغ، إذ تحميه من التلف وتعمل على تقوية المناعة بشكل أكثر من المعتاد؟ وهذه الضحكة تساهم في جعل الإنسان يظهر أصغر عمراً على المدى البعيد. يسعد صباحك يا شاب والايام عدراجك وقلوب الحب وكتاجك والرب حاميك. يسعد صباحك بكير كبير صغير عدروبك يلي زمان محبوبك كبروا ربي فيك. يسعد صباحك يا شاب
وصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباح الخير رح نحكي فيها عن الرياضة وأهمية ممارستها وخصوصا بفصل الصيف. شو الرياضيات المناسبة؟ رشا قديش ما بلعب رياضة؟ قديش ما بتلعب رياضة؟ قديش ما بلعب رياضة؟ قديش ما عندي وقت ألعب رياضة أنا أصلا يعني؟ قديش بتشوفي أشخاص بيقولوا بدنا نلعب رياضة؟ قديش بتمنى ألعب رياضة؟ نحن مثل هدول اللي بيطبقوا النكتة عليهم على الفيس. أي متى نسجل بالنادي؟ أي متى نسجل يا نرمي؟ السبت الجاي. السبت الجاي. السبت الجاي. قديش كمان في أشخاص بيحطوا هاي الحجج اللي بتحطها رشا ويقولوا ما في وقت؟ أي ما في وقت؟ في ضغط. قديش في أشخاص ما عندهم هي الهمة يعني نزلت على النادي أو الجيم أو حتى نتمشى بدها إرادة؟ هلا هي فسحة بس، ولكن يعني بنحب نروح نحن ندردش نشوف رفقاتنا بس ما نلعب رياضة، في قلة مروءة بالقصة. عن جد لا، ظروف الحياة صعبة وإلا هو كتير كتير يعني ضروري بحياتنا. صحيح، ومع أنه ما في طبيب وما في أخصائي تغذية أو أخصائي رياضة غير بينصح بأهمية الرياضة، وخصوصا رح نشوف نتائجها بمراحل متقدمة من العمر. رح نحكي عن أهم الرياضات الصيفية وفوائدها مع الكوتش نسرين العيد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير نسرين، كيفك؟ تمام. يعني صيف وحرارة وعطش و مفاجآت الشتوية، احنا بنتخبى كل الوقت بالجاكيت وتحت الثياب، فبتيجي بنيسان نقول واو من نحن. وين كانوا مخبايين هذول؟ وين كانوا مخبايين؟ صحيح، من الأكل طبعا الشتوية. أكل وقعدة وما في يعني التزام بنظام غذائي معين. هلا هي الرياضة أكيد مهمة كتير ولازم تكون موجودة صيفا أو شتاء، هي يعني ما لها وقت معين للرياض. بس حتى لا أفرض أنت ما عندك وقت تمارس الرياضة بفصل الشتاء، فيك انت تعملي نظام غذائي معين تضلي ماشي عليه لحتى تحافظي على جسمك. يعني فنحن بنلتهب وشتوي وهلا شوي باكل وبعد شوي خلص بلا هلا ما العب رياضه هلا رح نام هلا نحن عملنا ما في هي هي بسمعها كثير. خليني اكل هلا هلا انا وحده منهم احيانا بقول لهم بكره رح بلش، بس احيانا بقطع شوي. هو الاكل طيب بس شوي يعني نظام غذائي طبعا بيمنعك عن مليون قصه لقدام عند الصحه الزايده اللي كثير بتعاني منها سيدات لحتى ترجع تنزلها. تمام نسري، خلينا هيك نحاول قد ما فينا نعطي نصائح خلال اليوم. ايمت فينا نلعب الرياضه؟ في اشخاص مثلا اول ما يفيقوا قبل حتى فنجان قهوه بيغسلوا وشهم بيفرشوا اسنانهم بعدين فورا ببلشوا بيعملوا كذا تمرين بالبيت، يعني هيك بيحركوا حالهم قال يعني على اساس يعني يمكن شي خمس دقائق بتكون مفيده. هي بتكون هلا هي انت اذا لها فائده، هلا هي مو بس تنشيط للدوره الدمويه فقط، بس اذا بدك تمارس الرياضه صح يعني لازم تكوني فايقه بوقت ابكر، تعمل وجبة الفطور ضرورية كتير قبل التمرين مشان ما يكون عندك نزول بسكر العنب اللي هو موجود بجسم طبيعي بس بينزل لو بيكون عندك انت التمرين عالي الشدة. فاللعبة بتحس حالها انه انا دخلت ماني فطراني، طب انه الفطور كتير مهم قبل التمرين. هلا حلو انها هي تلعب شوي رياضة قبل ما تبلش حياتها طبيعي بقلب النهار، بس تكون بوقت صح. هلا الصبح كتير ممتازة، ليش؟ انه بتكون معدة فاضية، بيكون السمانك كتير مضغوطة بقلب يومي، عجقة اليوم عجقة اليوم كتير كمان صعبة. طبعا هلا عندي انا مثلا فترة تمرين المسائي بتجيني اللعبة جاي من دوامة تعباني يا دوبة عاملة غدا يا دوبة انه مشتغلي شغل بيت وبس بتلعب ساعة النادي وبتروح، طب هذا كمان كله ضغط علي. يعني حتى هاي الساعة اللي عم تجي تلعبي فيها ما عم تاخذي حقك فيها، يعني ممكن انت بس فرغتي طاقة ما اكثر من هيك. طيب نسرين، هلا نحن بفصل الصيف طبعا بلشت الناس بالجيم وبالرياضة، شو اهم شيء نحن اليوم مفروض بالصيف نركز عليه؟ في بيختلف الرياضة بين الصيف والشتاء؟ لا هلا هي ما بتختلف ابدا، هي رياضة الايروبيك بتمارس باي وقت صيف شتاء ايمت من كان، يعني ما لها وقت معين. بس بالصيف اكثر السيدات بتلجأ لها لحتى يعني تنزل الوزن اللي هي كسبته بالشتوية بس ما اكثر من، فلهيك بتلاقي انه الجيم مليان بالصيف. انا حتى عندي عدد السيدات بيزيد كثير بفصل الصيف انه انا بدي اروح هدول الخواصر والبطن اللي طلعوا لي انا ما كنت شايفتهم ما شفتهم لهلا لحتى لبست الصيفي وبينت فاكثر شيء انه بيمارسوا الايروبيك لانه فيه حرق اكثر، فيها نزول وزن اسرع من باقي الرياضات الثانيه. كمان اذا بدنا نحكي انا عم حاول ركز على الاشخاص القليلين المروه مثلي اللي دائما ما عندهم وقت بالبيت مثلا، في بينصحوا اخصائيين انه
ثلث ساعة كافية عن مثلا أو بتعطيك الفائدة عن نص ساعة مشي. طبعا هي ثلث ساعة مثلا بيكون فيها تمارين مركزة، أنا مثلا بدي ركز على منطقة الأوراك أو حتى الخصر طبعاً. إنه مثلا ثلاث مجموعات 15 عدة، هذا الشيء بيعطي نتائج مثله مثل طبعاً. النادي هلا بيعطي نتائج. هلا يعني هي شو بيفرق البيت عن الجيم؟ بيفرق إنه هناك في عندك أدوات مقاومة ممكن أنت تستخدميها إنه غير وقت الحرق. هلا أنت لعبتي بالبيت ساعة مثلاً أو ثلاثة أرباع الساعة، بس طبعاً أول شيء بتبلش بالإحماء لأنه هو كتير مهم لحتى ببلش جسمك يشتغل صح وتشتغلي على عضلاتك صح. وما بيصير كل يوم حتى لو إنك بالبيت إنك أنت تلعبي نفس الحركات، لأنه بس تعود جسمك على الحركات هي المعينة ما بقى بيستجيب أبداً. بدك تكوني أنت لحالك حاطة نظام، حتى لو إنك بالبيت يعني اليوم لعبت مثلاً إيدين بكرة بلعب رجلين، بعده بلعب مديل، بعده بلعب بخواصر، يعني ما بيصير إنك تلعبي نفس التمرين كل يوم. مو غلط أبداً إنك تلعبي بالبيت بس العبي صح. تمام. طيب السرين بيقولوا دائما انه المشي هو اهم الرياضات، ودائما بنشوف ناس بالطرقات والحدائق يعني عم تمشي. اليوم المشي هو كفيل ان كان بشد الجسم، بتنزيل الوزن، بتنشيط الدوره الدمويه؟ هلا هو تنشيط الدوره الدمويه اكيد، بس وحتى تنزيل الوزن شيء بسيط بس. ليه؟ مع انه كثير بيقولوا المشي هو اساسي بتنزيل الوزن، لهيك بنشوف سيدات كثير بالطرقات. هلا هني هيك كفكره، بس هو اذا بدك تجي للمضبوط تنزيل الوزن المشي لحاله ما انه كافي ابدا. وانت بدك تشدي جسم، طب ماشي مشيتي ساعه ساعتين وين الشد بالموضوع؟ انت شديتي ممكن بس عضلات رجليك، طب ايديك المترهله كيف بدك تشديها بالمشي؟ المعدة كيف بدك تشديها بالمشي؟ اكيد بدها تمارين معينه لحتى انت تشدي الجسم فيها، يعني الايدين اكيد بالمشي ما رح بتشد. طيب السباحه ممكن تكون بديل للشد كامل؟ هلا السباحه حلوه كثير وبتحرق، فيها حرق عالي كثير، بس اكيد ما انا مثل يعني ما في يعني كل رياضه لها شيء معين خاص فيها بيعطيكي فائدته. يعني هلا رياضه الايروبيك يعني معروف بكل العالم، اكثر السيدات بيجاوا لها لتنزيل الوزن لانه هي اكثر رياضه فيها تمارين حرق. يعني عندك التاباتا، هاي التاباتا بتضل فيها الحرق حتى لو انت قاعده بالبيت معنا 40 ساعه. اشرحي لنا عنها اكثر. هلا هي تمارين بس بتكون عاليه الشده، بتكون شد يعني الشده تبعها اعلى بكثير، بيكون فيها الحرق اكثر. سريعه، حد من ضربات القلب كثير بتتسارع. زومبا يعني قريبه على الزومبا؟ لا لا ابدا، الزومبا هو رقص رياضي مختلف تماما عن التاباتا، هي حركات يعني كثير فيها الحرق هاني. فهي الحركات بضل فيها الحرق 48 ساعه، يعني ممتازه جدا لسيدي. نحن عم نحرق؟ لا اكيد ما بتاكلي. هلا هون في فكره كثير انت لازم تحطيها ببالك، انه رياضه واكل مستحيل يزبطوا. يعني بدك تلعب رياضة بدك تاكلي وتنظمي أكلي. حرمان يعني مفروض؟ لا ما نو حرمان أبدا. الرياضة ما السعرات الحرارية أو نوعية الأكل التركيز على طبعا لك يعني. هلا أكثر شيء لازم تكون عندك البروتينات موجودة، لازم يكون عندك الفيتامين سي موجود بأكلك، خلي كله يكون طبيعي. أنا ضد الأدوية اللي بتنزل الوزن سريع. أي طبعا المكملات حتى الهرمون والبروتين اللي بينشرب بالصيدليات كمان أنا ضده، كله موجود بالغذاء وكله موجود بالأكل بس نظمي صح. كونوا عم نحكي عن رياضات الصيف، كمان صرنا عم نشوف يعني نوادي أو مسابح عم تعلم مو بس السباحة، بيكونوا عم يسووا حركات أو عم يسووا رياضة طبيعية قصدك؟ يمكن ايه، بشوفهم مثلا عم يسووا حركات معينة ضمن المسبح، يعني بتلاقي مثل في هيك جيم صغير صار بقلب زومبا مائية. هلا كله يعني كله مع بعضه، يعني ممكن مثلا انا اكون بشتغل هذا الشغل بس مو الكل عنده القدرة انه يشتغلوا لهذا الشغل، يعني بس هلا السباحة هلا في ناس كتير بتقولك انا ما بحب المي، ما بقدر اني العب مثلا اروح اسبح، ما بعرف اسبح. لا في عالم بتعرف تسبح بس بتقول لك انا كثير بخاف من المي، طب انا كيف بدي انزل وزني وانا بخاف من المي؟ لهيك يعني هلا هي حلوه ورياضه صيفيه وبحتي يعني والعالم كثير بتلجا لها، بس بضل الايروبيك هو الافضل، يعني كتنزيل وزن الايروبيك هو الافضل. يعني اليوم نسرين مصر على الايروبيك انه لا سباحه ولا انا عشقي الايروبيك. بس الزومبا قديه الزومبا بتحرق كمان؟ يعني بتحرق بتجنن الزومبا بس كمان بدها ايروبيك بعد كمان جزء. هلا دائما بيجي الايروبيك بعدين الزومبا لانه هو رقص رياضي، يعني الزومبا هي جزء من رياضه الايروبيك، يعني ما بتكمل الزومبا اذا ما لعبتي الايروبيك، لازم يعني هن الاثنين بيكملوا بعض. طيب خلينا ناخذ هيك نصائح لما بدنا نمارس نحن الايروبيك، شو لازم نسوي قبل التمرين بعد التمرين خلال الاسبوع؟ كيف بتنظمي انت مثلا الجدول التدريب لمتدربينك؟ هلا هو يوميا اذا حبيتي تلعبي كل يوم ساعه كافيه
لانك انت تلعبي ممكن تلعبي يوم ايروبيك ممكن وثاني يوم تلعبي المقاومه لحتى تاخذي الشكل اللي انت بدك اياه، انت وصلتي للجسم اللي انت بدك اياه ما عاد حابه تنحفي وما انك حابه بقى تنصحي، فانت بدك تثبتي طبعا بدك تثبتي بالمقاومه، فبتلعبي تمرين هيك تمرين هيك، ممكن تلعبي نص مقاومه ونص ايروبيك، هن كافيين بقلب النهار ساعه وحده فقط. وبالنسبه للاكل طبعا بدك تنظمي اكلك كثير تمام مع الرياضه، وبعد الجيم ساعتين لحتى تقدري ترجعي لاكلك طبيعي، ومو فورا بتاكلي شو ما كان، بتاكلي السلطات البروتين الكربوهيدرات هذول اللي لازم تاكلهم، ويفضل العشاء يعني منع تمام بعد الساعه 7 انه ما في اكل، لانه الغده الدرقيه ما بقى بتفرز بعد هذا الوقت، فلذلك الساعه بتبطل تفرز 7 سبعة. أنا بفطر صباح سبعة المساء لا هي بعد الساعة 7 لهيك بيعملوا دائما أحيانا بالأنظمة الغذائية تبعت الريجيم أنه من الصيام العكسي، الصيام العكسي اللي هو بتصومي أنت 16 ساعة من المساء لتاني يوم الصبح، طبعا من الساعة 7 المساء لأنه هون بتبطل الغدة تفرز، فطبيعي أنك أنت أي شيء بتاكلي بعد هذا الوقت بيتجمع بجسمك وما بقى بيفرز. هلا احنا بسبب ضغط الشغل وبسبب طبيعه العمل احيانا بننسى حالنا انه رحنا نفطر الصبح، اكيد هي قولا واحدا نحن عم ننسى، ممكن يعني بتروح وجبه الفطور الغداء ممكن تاخذي بسكوت هدول القصص كمان ضربتي القصه، فالوجبه النظاميه عم تكون بعد الخمسه بعد السته، فما عم نستفيد شيء، لهيك في شيء عم بقول في شيء غلط انا. اي لا طبعا هلا لا يعني معروف دائما انت لحتى يكون جسمك عم يشتغل صح بدك تنظمي وجباتك، عندك فطور غداء عشاء هذول لازم يكونوا موجودين ولو شيء بسيط، ولو انه مو هالاكل الكثير، بس لازم هذول الثلاث وجبات يكون موجود يكون في بيناتهم وقت ان شاء الله. هي الكلمه الاساسيه بكل شيء عم نحكي هي الاراده، يعني لما يكون انا عندي طبعًا. اراده رح في الصبح وجهز اكلاتي قبل ما انزل على الشغل، او حتى انا صر انه اليوم عندي نادي تلاقي اشخاص شو مكان بدي اروح على النادي صح. يعني ممكن يروحوا مشوار لا بس بدي اروح على النادي صح مظبوط. حلوين هدول النماذج من الناس هون؟ موجودين لا موجودين لا اكيد يعني اكيد في قسم كثير كبير من السيدات وفي ناس عندها كل الوقت وما بتجي كانها بتحكي علينا؟ لا بالعكس على سلامتكم ان شاء الله اكيد نسرين نتمنى لك التوفيق بشغلك وموفقه، شكرا كثير لحضورك معنا. شكرا لك شكرا كثير لك كوتش. اما هلا خلونا ننتقل للحسكه وبعد صدور نتائج الدوره الاولى لامتحانات الشهاده الثانويه العامه حصد طلاب محافظه الحسكه درجات متميزه، حنتابع تقرير عن المتفوقين. بعد صدور نتائج الدورة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة حصد طلاب محافظة الحسكة درجات متميزة، وعلى مستوى سوريا نال الطالب تيم الخضر من مدرسة الشهيد حنا عطلة بمدينة الحسكة العلامة التامة محققا هدفه بدخول كلية الطب. أنا كان عندي ثقة أنه من قبل ما أبلش بالامتحانات يعني أنه أجيب العلامة الكاملة. تيم أكد أن التفوق والتميز هما نتاج تنظيم الوقت واستثماره بالشكل الأمثل ما بين الدراسة والراحة. تنظيم الوقت كان يعني هو أهم أسباب النجاح، كنت أخلي المواد الحفظية الصبح وأدرس المواد الفهمية يعني المساء وبالليل بشكل دائم ومستمر، يعني يوميا كنت أدرس وما كنت أراكم الدروس، هذا أهم شيء. يعني الجيل الحالي هو اللي بده يعمر سوريا يعني، فدائما يعني نحن لازم نكون يعني اهل هالشيء، انه نحط ببالنا انه نحن يعني المستقبل هو مستقبل سوريا بالاول والاخير ومستقبلنا نحن، فيعني اكيد انه يعني لازم يعني الواحد يكون عنده مسؤوليه انه يتحمل مسؤوليه مشان يعيد اعمار سوريا يعني من اول وجديد. والد الطالب أشار إلى أن العائلة كانت السند له لتهيئة الجو المناسب لدراسته ودعمه ومساندته ورفع معنوياته من أجل تحقيق النجاح والتميز. رغم وجود الاحتلال الأمريكي في أرضنا، أرض الجزيرة، أرض الحسكة الخضراء، نعيش ظروف صعبة، أما إحنا تغلبنا عليها في تأمين الظروف المناسبة لتفوق تيم. تهيئة الظروف المادية والجو المناسب وتشجيعه كماديا ومعنويا بالنسبة للحصول على أعلى درجات التفوق وهي التميز. رغم كل الصعوبات التي يعاني منها قطاع التعليم بالحسكة جراء ممارسات ميليشيا قسد الانفصالية، لم تكن إلا حافزا ورسالة من طلاب الحسكة أن لا شيء يقف أمام استكمال
تحصيلهم العلمي. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. ووصلنا رشا لمساحتنا الأخيرة في عالم الموضة والإكسسوارات. هي الإكسسوار القطعة يلي بتزين إطلالة كل صبية، وخصوصا بفصل الصيف. قديش بنشوف فيه هيك تنوع؟ قديش في بنات اليوم متعلقين بهي القصة وما بيطلعوا من البيت إلا إذا كان تيب كامل، يعني إذا كان لون الحلق بناسب لون الجزدان والسكربينة والتياب حتى، يعني أكيد هو مكمل للجمال ونحن معه يعني. صح، يعني ومعهم حق، يعني بنشوف قديش تحلى الإطلالة اليوم بإضافة هي الإكسسوارات. رح نحكي أكثر عن عالم الإكسسوار وشو الجديد لهذا الصيف، وبيسعدنا نرحب بهدى الحلبي. يسعد صباحك. صباح الخير يا هدى. شو الفوش الحلو؟ مقدم. حلوين هدول الخواتم السنسال لابستيون؟ موجودين. أهلا وسهلا بحضرتك لليوم. خلينا هيك نحكي فورا عن الأشياء اللي جايبتيها لليوم. اليوم في تشكيلة غير الأسبوع الماضي أو الحلقة الماضية، يعني مزبوط. شو دخلتي شيء جديد؟ الشغلات الجديدة اللي نزلت هلأ، الألوان الزايدة، يعني الألوان اللي هلأ نازلة ضايجة كثير. هي هلأ موضة الصيف أو موضة السنة بشكل عام، الألوان اللي متضاربة مع بعضها هيك أنا عم ينزل عندي كثير. مو المتناسقة المتضاربة، كلهم متضارب مع بعض. يعني هلا لاحظي انا مطبقه بين كل موديل وموديل الوان، بين الفوشي مع الاخضر مع يعني هي الدارج هلا عندنا. حلوه الوان صيف بتحسيها، يعني بالعكس انا بحسها انه بتعطي طاقه مثل ما هلا بالذات مكان ضيفنا عم يحكي. ما تجربوا او نحطوا ما بيبين كيف الالوان عم تتضارب مع بعضها. تمام. حتى اللون الازرق ليكي حتى اليوم ما يعني في تناقض حتى بالحبيبات اللي مدخلتهم بين الاسود والاخضر والازرق. عم نشوف الازرق والاحمر اليوم الصبايا عم يروحوا لهي القصة، عم يحبوا عم يروحوا للالوان اللي عم تضل ظاهره وضايجه. يعني غريبه، يعني مو شرط ما عاد حدا عم يلبس هلا هي الايام الالوان اللي كثير بتلبق مع بعضها. هدى، يعني اذا بنشوف القطع اللي جايبتينا اياها، في الاكسسوار الذهبي، في الفضه، في الخيوط، وفي الخرز، كانه من كل شيء. او يعني ما بتركزي على نوع او مواد معينه، لا بتشتغلي بكل الانواع، صح؟ ايه ما بركز عنه. هلا الفضه والذهب دائما هو بمكانه، ما بيتغير لا بيروح لا بتروح قيمته ولا شيء، دائما مطلوب. الفضه او الذهب هي الالوان مطلوبه، تحسي اكثر شيء يعني اكثر شيء. يا بدك تلبسي هيك يا بدك تلبسي هيك. بس نحن هي السنه وحتى السنه الماضيه فايت كثير موضه الخرز والكريستال، وهدول كثير عم ينطلبوا وعم يرغبوا. هدول اللي معي بغشوا، يعني الواحد بيفكرهم ذهب، هنن خيوط. صح. هلا حتى في صبايا بتقول لك انا مالي متاكده انه اللون مكفول، يعني بتقول لك مالي متاكده، فعم يمشوا اكثر شيء على شغلات المطاط والخرز. هو مكفول اللون؟ طبعا مكفول، ما بيعتق. هلا نحن بنشوف انه ما بيروح اللون، ما بيروح اللون النحاسي، بس بتحسي انه عتق بيبهت. هلا ليكي حتى الفضه الاساسيه تبهت. طيب هون شو بنعمل نحن؟ يعني احيانا بيكون عندنا قطعه كثير بالبيت، ما عندك هي القصه نرمي، بتحسي انه لون بهت عندك. صح. فكيف نحن قادرين ننظف القطعه او نرجع اللون؟ هلا اذا القطعه مطليه بيعاد طليه، اذا القطعه مطليه طلي، اما اذا فضه نظامي فهي بتتلمع مو اكثر. والعادي لا، العادي بينطلع بيرجع بينطلي طلي اذا مطلي من الاساس، اما اذا مو مطلي وستيل وهيك لا ما بيخلص على الكب القطعه. طيب احنا عندنا هون كله الشغل الفضي والذهبي. خلينا نستعرض هدول رابع ليكي على الكاميرا. هدول فيهم او مستخدم الخرز اكثر؟ بستخدم الخرز لانه كثير عم ينطلب، مو الخرز الكريستال. هلا هذا اذا بتشوفي بيختلف كثير عن الخرز. اعطيني الثانيه لا استعرضه. اعطي عينك نرجع عرضون على الكاميرا. تمام. هون شو الخرز عادي؟ ما هلا هو الكريستال العادي انا استوحيته من فكره المسابح لانه كثير عم يرغبوا للصبايا. عرفتي؟ بس الصبايا ما عم يحبوا الاسود. عم يطلبوا هيك شغلات مع تفصيل شيء اسم بورتوكلي كذا. حسب ابو فهد. ابو فهد مسبحه حتى عم نشوف شيء هون. شو مستخدمي هون بقلب ال؟ هلا نحن بنسميه هذا خيط تركي مطاط. خيط تركي مطاط هون بنسميه، وهدول خرز. هذا ما بيتقطع؟ لا قدرة. اكيد. بس حلوة الفكرة، يعني اليوم تشكيلة حلوة، يعني اليوم من هدول الأفكار الحلوين اللي عم تجيبيهم هيك. في شيء من راسي، في شيء من على النت، في شيء مثلا ممكن اخذ شيء من النت وانا اعدل عليه. في شيء كمان زباين كثير بتبعت لي بعمل الفكره بتعجبني، اوقات انا بعدل عليها مثل يعني العاده. يعني
تمام. هلا خواتم السلاسل اللي سالتك عنهم رشا كثير دارجين صار لهم فتره ما عم تبطل مودتهم، بس اللي بدي اسالك عنه انه يمكن اللي مجددينه هو الاحرف، يعني هم شايفين حرف العين نون. ايه هلا دارج كثير الاحرف العربي اكثر من الاجنبي، حتى عم تنطلق، حتى في صبايا عم ياخذوها اسم كامل بس بكل اصبع حرف. طيب بكل اصبع هي عم اقول لانه اذا كان اسم كامل حيطلع كثير كبير. حتى ببين عندك موضه السنه هلا موديلات الشمس والصدف، حتى موديل النمر كثير دارج هي السنه. طيب هدى ما بتحسي انه هدول خصنا هدول الموديلات مفروض يكون كثير كثير ناعم انت يعني كمصممه؟ هلا هو انا هلا هي انا همشي هلا في شغلات كثير دبجه ما انا ما بختصها ما بعملها، يعني انت كمصممه ما بتحسي انه خواتم السنسال المفروض يكون كثير ناعمين؟ يعني ممكن يكون شيء بسيط ظاهر منهم ستراسه حرف ناعم، عم نشوف قلوب عم نشوف اسماء صارت عليهم. بدك تشوفي كمان هون سن، يعني سن حتى في دكتور سنان عم تطلب موديلات ميزان العدل بتكون محاميه او دكتوره عم تطلب اشاره الدكتور كثير حلو الالوان انا كثير حبيت استعرضناهم، بس كثير حبيت التناسق الالوان، يعني دائما الفيروز شو ما دخل يعني بيعطي هي الجمال. هو هي اكثر شغله الالوان الزرقاء والفيروزي والخضراء بتلفت نظر بكل شيء، بيعطي طاقه، بنقول انه هو بيعطي طاقه دائما لشخص بيلبس. اليوم مستخدم الخيط البطاط وقلنا انه مكفول ما بيتقطع ولا مكفول ولا بيغير لونه. هلا في انواع من هي المطاط بيقلب لونها على سواد او مثلا الخيط ممكن ينتش. طيب خلينا نشوف هي كمان الايد كمان هون خاتم السنسال بس كمان بطريقه ثانيه حلو، هذا كمان مدخلتيه كفكره الحجر الفيروزي. هاتي لنشوف انا بحب جرب. حتى الجنزير كمان هذا كان تقليد للذهبي اللي هو هذا كمان موجود عنده من عند هدى حلوه هات انا حبيت هات يعني قديش هي الفكره يعني ضل مكرره، مثلا مثل عم نحكي عن خاتم من السنسال وقديش انت عم تجددي فيهم، يعني خلينا نحكي كونه هي مثلا صرتي انت بتعرفي انه كل واحد وله ذوقه، يعني صرتي عم تستقبلي طلبات، يعني انا بدي هي القصه بتقدري بتسوي مثل مثلا السن اللي انت عملتي. تمام. هلا انا اوقات بيحاكوني مثلا بتقلي الصبيه انا بدي موديل ينوصل من هاي الاصبع لهي الاصبع كذا، انا بعدلها بورجيها نمط ثاني. هلا انا كمان ما بستنى طلبات، انا لحالي بعمل موديلات وبعرضها. يعني انا بفوت على مواقع اجنبيه فيك تاخذي كثير افكار من المواقع، يعني مو غلط، الغلط انك انت تاخذي تعب الشخص وتنزليه حتى يجيكي عليه. كيف بتلاقي تقبل الصبايا مثلا مثل عم نحكي هون الخيوط اللي عم تستخدميهم، ممكن وحده تقول لك انه ما كثير تحسسهم مثلا لا صبايا صغار او العمر اصغر، كيف عم يتقبلون؟ في كثير هلا في كثير زباين انا عندي قديمه بتقول لي انه انا ما اقتنع، انا بيقتنعوا بهدول لهدول بيصيروا خلفيه، عرفتي؟ وفي صبايا كثير بعدوا عن فكره المطلي ذهب وفضه وصاروا هون، يعني حتى هدول في منهم خواتم مثل هذا اللي بايدي. حلو. فينا ندمج يعني بيندمجوا كلياتهم مع مثل ما اللي دامجوا. هلا انا بس احنا بيقولوا لنا دائما انه ما تلبسوا الذهب والفضه هي اكيد مع بعض او الذهبي والفضي، اليوم انت فيك تدمجي الخرز مع اطلاله الفضه دامج او الذهب؟ دامجه انا هون ذهبي وفضي اذا انتبهتي بالخاتم، مدموج ذهبي وفضي للخرز، بالعكس هي هي موضه هالسنه والسنه الماضيه اللي مرقت دمج الالوان بشكل فظيع وعم العالم عم تحبها وهي عم تطلع حلوه. طيب هدى اليوم إذا بدنا نحكي بموضوع المواد وهدول القصص وانت بتجيبي على التوصاي او بيكون عندك مخزون دائما، وقد ايه عم تفرق الاسعار من نزل السوق لنزل السوق ثاني؟ هلا انا كميه ما بحط عندي، انا بحط عندي موديلات العرض بحكم انه هن ذاتهم موجودين بمحلات، فانا ما برد شيء عندي. تمام. بس الاسعار بتختلف من يوم ليوم، هاي الفكره انه من نزله لنزله. ايه يعني من يوم ليوم تختلف الاسعار. هلا يعني معظم القطع اللي انا بجيبها ذاتها مو من الشام، اغلبيتها بتكون مثلا من حلب من اللاذقيه، لانه هون عندنا بالشام كثير صار في توسع، كثير في صار في كثير موديلات ناس كلها انتشرت نفسها. هلا بس تفوتي على بازار او على محل بتلاقيهم كلهم نفس الموديل، عرفتي شو الفكره؟ والاسعار بجوز انت عم تاخذي هلا في صبايا ارخص من اسعاري والله، بس ما عم تجيب نفس الخيط. في صبايا اغلى من اسعاري والجوده عندها كثير عاديه، مثلا خواتم الخرز والجنازير انا كنت موجوده ببازار من فتره اشتريت واحد اعجبني لفت نظري، انا مو عامله منه، بعد يوم واحد بس راح لونه. رجعي؟ ما برجع. حدا بيرجع لك؟
ما حدا بيرجع على فكرة، يعني ما في حدا بيرجع، نادرا تلاقي حدا لبق بالتعامل، بتقول لك انت سوء استعمال. انت حدا بيرجع لك قطعة؟ انا لا، مو بيرجعوا لي. انا في صبية مثلا بتحكيني بدي بدل الموديل، بدي دخل مثلا على الطوق شيء ثاني، هذا الشيء لحتى العالم عم تضل تتعامل معي، لانه انا عادي حتى لو كان برا الشام شاحنت لها بترجع بتشحن وبعدل لها. هي اهم شيء التعامل والثقه بينك وبين المستهلك، يعني كرمال تعملي سمعه حلوه، وخاصه انت اليوم اكثر شيء تواصل اجتماعي هو اللي عم يخدمك. هو اكثر شيء الاونلاين، صحيح اكثر. خلينا نختم معك هيك بنصيحه اليوم لكل الصبايا بما يخص موضوع اقتناء الاكسسوارات لصيف 2022. عجقوا الوان، كتروا الوان دارجه كثير، لانه القصه كثير ضاجه حتى على التوب. هلا هي السنه اكثر شيء دارج الخواتم والسنتورات البطن. هلا انا لسه ما عملتهم، ما تشجعت اعملهم بصراحه، لا لانه عندنا مقاسات، ما بدك المقاس تعملي اكسل لارج وخلي فلا يكتروا، لانه هي ذاتا هي القصص هي بتصير انوثه البنت اكثر شيء، اكثر شيء بالدنيا، اكثر من الميك اب واكثر من اي شيء. يمكن سنسال البطن فينا يعني بتحط له حلقات، انت بتضيقي وبتكبري على كيفك يعني، فما انا ايه بس مشان ما يصير في حساسيه للجلد كمان، لا تنسي انت عم تحطي شيء على جسم الشخص. هلا المطاط ما بنحط له حلقات قولا واحدا، بده ياخذ قياس الجسم، بدك تاخذي قياس الخصر، اما شيء مثل ذهب وفضه حرام يضل على البطن وانت ببحر، يعني مي مالح وكذا، قد ما كان انت مو حاطه ذهب في تفاعلات رح تصير. ايه ما فيك تضحكي على الصبايا، بس هدول بيستخدموا بس للشاطئ للقعده، واكيد مع وقت السباحه يعني حتكون حاطته هيك قصاص. مزبوط، نحن هيك هلا جاي بتجيبي منهم حال تفرج عليهم. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير هدى الحلبي اليوم لكل النصائح اللي قدمتي لنا اياها ولكل هاي القطعه الظريفه يلي استعرضناها سبع على الهواء. انا بتشكركم كثير. شكرا هدى لصباحك ولكل الجمال اللي هيك جبتي لنا اياه اليوم معك. شكرا لك وموفقه، ناطرينك فقرات ثانيه وبشر جديده. شكرا كثير لكم. وصلنا لختام صباحنا غير رشا، واتمنى لك بقى نهار ظريف لك ولا عائلتك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه. ان شاء الله هذا اليوم وبقيه هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل راحه البال والخير والرزق، وتكون دائما كل الامور ميسره امامكم. امين. والسوريين وين ما كانوا يكونوا بالف خير. اكيد وين ما كنتوا تكونوا بالف خير، ويكون نهاركم خير وصحه وسلامه، وبكره يحمل كل الطاقه الحلوه وكل الجذب للامور اللي نحن بنحبها بحياتنا. شكرا يا نرمين، واكيد شكرا لكل الفريق اللي رافقنا اليوم بصباحنا غير. كونوا بخير، باي 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 باي.